استخدام المال الروسي لاعاده بناء اوكرانيا هذه هي فكره مشروع قانون يتم تداوله في الكونغرس الامريكي يهدف لخلق اليه قانونيه تسمح للسلطات الامريكيه بمصادره الاصول الروسيه المجمده في الخارج الآلية تحظى بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. مراسلات رسمية طلعت عليها بلومبرغ كشفت أن قيمة الأصول الروسية المقصودة بهذا المشروع تتجاوز ثلاثة مئة مليار دولار، مئتان منها في أوروبا، وما تبقى في مناطق أخرى في العالم، ومنها فقط حوالي خمسة مليارات. في امريكا الامر الذي يجعلها مخاطره لواشنطن خاصه ان اللاعبين الاساسيين في اوروبا فرنسا والمانيا لا يساندان الفكره ولهذا ضمن مهندسو المشروع بندين يتيحان للرئيس الامريكي طرح الفكره خلال اجتماع مجموعه السبع الشهر القادم لمحاوله توحيد الصف الغربي. لكن ورغم ان فكره مصادره الاصول المجمده اذا اعجبت بعض السياسيين الا انها تثير قلق الفاعلين في المجالين المالي والاقتصادي فقد عبرت وزيره الخزانه الامريكيه جانت يلين عن رغبتها في تقييم مخاطر هذا القرار على قيمه الدولار في السوق العالمي وما اذا يمكن معالجه اي مشاكل ناتجه عنها رد الكرملين لم يتأخر حيث اتهم واشنطن بضغطها على الدول الأوروبية لمصادرة هذه الأموال كما حذر من عواقب وخيمة على المنظومة المالية والاقتصادية العالمية إذا ما تمت المصادرة أنس نماسي العربية